بفارق 5 نقاط عن منافس الليلة التانجو الأرجنتيني في نهاية موسم مرهق جدا لكثير من لاعبي التانجو المحترفين في الأراضي الأوروبية، مما قد ينعكس ربما سلبا عليهم. وفي المقدمة رودريغيز حديث الشارع الأوروبي، اللاعب المنتقل، خطأ كبير من حارس المرمى، لكن يابس ماريو يابس يبعدها، تعود الكرة في الجهة اليمنى إلى دي ماريا، دي ماريا عالية، دي ماريا زاباليتا داخل منطقة الجزاء، أخطر الآن، هدف أول ربما يأتي، الفرصة بتمر. طاقم تحكيمي كله من فنزويلا، حكم الساحة الحكم اللي يقود هذه المباراة مارون، الحكم الفنزويلي يعاون كل من جومس، تسديدة وصلت سهلة عند حارس المرمى، يعاون الآن لحائط الصد، ولا رودريغيز هو على التنفيذ، رودريغيز هو على التنفيذ، واحد من اللاعبين المميزين، واحد من اللاعبين اللي يعول عليهم كثيرا بكرمان، رودريغيز يسدد، لكن حارس المرمى ممتاز منذ ساعات مبكرة هنا في المونيمونتال في بيونس آيرس، هدف أول، هدف أول، لكن حارس المرمى ممتاز وتقدم زونيغا، يتلاعب كرة تعود الآن إلى أغويرو، يحاول فيها الكرة، تبعد تتخلص، المنتخب الأرجنتيني أفضل، يسيطر الآن، يستحوذ، يعمل كل شيء، يبحث فقط عن التسجيل، وهدف، هدف، لكن فرصة بتضيع كبيرة المنتخب الأرجنتيني. دي ماريا يلعب له كرة الآن خلف المدافعين، لكن تتخلص وتبعد، تعود إلى وولتر، يلعب له كرة الآن، لمسة جميلة إلى روخو، يحاول فيها أجلار، يبعد، تسديدة يا عيني، تسديدة على الطاير من دي ماريا. وكان خبر مفرح في البداية للمدرب أليخاندرو سابيلا بوجود التصريح الطبي لكي يبدأ أو باستطاعة ميسي أن يلعب هذه المباراة، لكن سابيلا فضل إراحته في الشوط الأول. زونيغا يلعب العرضية والهدف الأول يضيع، الهدف الأول، المنتخب الكولومبي متفككة وكرة ثابتة الآن ملعوبة عرضية، أوليا كرة، هدف، 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 لا 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 لا، فرصة بتضيع. راح نشاهد متعة كبيرة في الدقائق القادمة، انحضرت الأهداف في هذه المباراة، كرة بتعود الآن إلى أرميلو، يمر لها كرة طويلة إلى فالكاو، فالكاو يسدد، الكرة مرت، تعود إلى جاكسون داخل منطقة الجزاء، عرضية، لكن حارس المرمى روميرو، فرصة خطيرة جدا بالراس، مرة الأرجنتيني دائما ما يهدي الفرص في السنوات الأخيرة، هذه هي مشكلة المنتخب الأرجنتيني خاصة في مواجهاته مع المنتخب الكولومبي. كرة الآن، وربما هنالك قرار من قبل حكم المباراة، نشاهد ونتابع، ما هو القرار، ما هو القرار، يشير البطاقة الحمراء، لا، قرار قادم، قرار آخر، طرد آخر، طرد آخر، طرد آخر، طرد آخر، طرد آخر على أحد اللاعبين، طرد، أوه، على إيغوايين، إيغوايين يتحصل على الكارت الأحمر، وكارته طاح، يشهر الآن، لاحظ، لاحظون التدخل هنا البداية، لاحظون زاباتا، زاباتا، وبعد ذلك أيضا هو زاباتا هو اللي بداها، زاباتا هو اللي بداها، وتدخله على اللاعب إيغوايين، لاحظون الضرب بدون كرة، ضرب بدون كرة، كان ضرب بدون كرة وأمام مرأة الجميع، لكن إيغوايين ما عمل أي شيء، كثيرا مع الميلان، لكن أيضا خبرته كبيرة جدا، ماريو يوبيز 37 سنة يلعب مباراة رقم 90 مع منتخب بلاده، لكن كواردادو يمرر الكرة إلى فالكاو، فالكاو يسدد، الكرة مرت إلى أوغيلار، أوغيلار يمرر الكرة في الجهة اليسرى لمصعد كواردادو، وصافرت نهاية شوط المباراة الأول، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يطلقها حاكم المباراة مارلون ليونيل في دكة البدلاء، وربما راح يعتمد عليه في آخر نصف ساعة، البعض يتوقع هذا الشيء، الدقائق القادمة راح تكشف كل شيء، نفس الأسماء، نفس اللاعبين، لتقدم أي شيء، اللاعب القادم من نادي سانتوس، لاعب اللي يلعب مباراة الخامسة مع المنتخب الأرجنتيني، يترك أرضية الملعب الآن، ودخول للنجم الكبير ليونيل ميسي، كبيرة في مواجهات المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الكولومبي للمنتخب الأرجنتيني، لكن ليونيل يمر الكرة الآن إلى دي ماريا، إلى ليونيل، ليونيل مع زاباليتا، 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 أوه، يعود بالكرة الآن
لجاراي، نقلات حاضرة، المنتخب الأرجنتيني أفضل. التانجو يبحث عن الرقصة الأولى، يبحث عن الرقصة الأولى الآن. ماسكيرانو، ماسكيرانو سداد، يا عيني يا ماسكيرانو، يا عيني يا ماسكيرانو، صاروخ من خبير ماسكيرانو. يتمنون الآن الجماهير الأرجنتينية بأن يرقص أحلى رقصة مع التانجو. النجم الكبير ليونيل يلعب العرضية، لكن أوسبينا، أوسبينا ممتاز، حارس المرمى ماريو إيبس يمر الكرة الآن إلى كوارداديو رقم 80 مع المنتخب الأرجنتيني. الكرة بتتخلص، تعود إلى لافيتزي، إلى بيليا، يمرها إلى دي ماريا، دي ماريا يصوب من مسافة، الكرة مرت فيها ضربة مرمى. هذا هو اللاعب، بعد قليل أيضا مواجهة منتظرة من المنتخب التشيلي مع المنتخب الباراغوياني. إلى أن نلقاكم مشاهدينا متابعينا.